لوين طريقنا؟ بس 5 دقايق بالله. ألو، مرحبا، كيفك ملهم؟ ماشي الحال. شو كنت بدي أقول؟ فاضي نلتقي بكرة شوي؟ لا لا، ما في شي، بس حاسة إنه لازم نقعد ونحكي شوي بالكافيه نفسه. بس أكيد. ها، ماشي، باي. في فرص كتير، واهم اللي اعتبرها هو انه راحت من ايده. وانا كمان هيك عم بقول، بس ما عم بقدر اقول له هذا الشيء لإله هو، لانه ما عم يشتكي من شيء، بس انا اللي حاسه فيه. اذا سالتك سؤال بتجاوبني عليه بصراحه؟ هاتي لشوف. اذا طلبت منك انه توصف علاقتنا، شو ممكن تقول؟ بقول هي أغرب علاقة عشتها بحياتي. شو السبب؟ ما بعرف. إذا بدي شبهها بمشوار، فهو مشوار صار له زمان، ها راح يبلش بس ما عم يبلش. ليش؟ ما بعرف. لا أكيد بتعرف، وأكيد بينك وبين حالك عم تقول إنه أنا السبب. فزان، بتتذكري كيف بلشت الأمور بيناتنا؟ بلشنا نحكي مع بعضنا بوقت كنت أنا طالع جديد من علاقة حب، انتهت بطريقة مو منيحة أبداً. ما أنت عرفتي هالشي. بتعرفي؟ لولاكي ولولا وجودك جنبي ما بعرف شو كان صار فينا. عن جد أنت وقفتي جنبي بطريقة بتطير العقل. تشلتيني من الوجع اللي كنت فيه. أنا سويت الشيء اللي حسيت إني لازم أعمله بوقتها. مزبوط، بس بعدين ما عاد عملتي شيء منهم. شيء مثل شو يعني؟ ما بعرف، يعني أي شيء، أي مبادرة تخلي علاقتنا تتطور، أو يا ستي حتى تنتهي. رزان، أنت بنت بتطير العالم، كل شيء فيكي بشكل إليك. بعد هالوقت كله أنا بعرف إنه بدي إياكي بحياتي كلها، صديقة من أقرب الأصدقاء لقلبي، وما أخسرها شو ما صار. صديقة إيه رزان، صديقة. صديقة أكون حريص على صداقتك كل عمري. شكرا كتير رزان، ما في داعي للزعل، نحن بالأساس متفقين نتعرف على بعضنا ونشوف لوين منوصل. وصلنا لهون. وليش أنا كنت حاسة كل الوقت إنه ممكن نوصل أبعد من هون؟ ليش؟ أنا صحيح ممكن أكون إنسانة مترددة، حتى إنسانة خويفة بلحظات، بس أنت ملهم. أنت اللي ما عملت أي شيء خليني أتجاوز هذا الخوف. إصرارك كل الوقت إني أنا أروح لعندك على البيت. فهمنا بقى رزان، فهمنا بقى. شو قصتك أنت؟ فكرتيني حدا ما في براسه غير الجنس؟ وهدفه الوحيد بالحياة إنه يزيد رصيده من النسوان بتخته؟ لا رزان، أنت غلطان كتير. أنا بعرف إنه هذا الخوف
لبكك وخلاكي مترددة ومحتارة كل الوقت. بس بصراحة بعد هالوقت هذا كله كنت متوقع تكوني عرفتيني منيح وفهمتيني وعرفتيني اني ماني هيك. انا ما عم اقول اني ممكن ارتبط ببنت اذا ما في علاقة حقيقية وكاملة بيناتنا، بس بنفس الوقت مو هذا هاجس حياتي اللي بياخدني بهذا الاتجاه وغيره. والبنت اللي كانت عندك مبارح؟ اي بنت؟ ما بعرف. لعلمك انا اجيت لعندك مبارح لأول مرة بتجيني الجرأة اني اجي لعندك من نفسي بدون ما انت تقلي وبدون ما احسب حساب لأي شيء ممكن يصير بيناتنا. بس انا نازلة على الدرج شفت وحدة طالعة من عندك. انا ما بعرف مين هي ولا بعرف شو علاقتك فيها ولا شو صار بيناتكم، بس تعرف شو؟ انا آسفة، آسفة على كل شيء. دقيت لك امبارح ما رديتي. لما دقيت لي يا استاذ كانت الساعه 1:30 بالليل وكنت بتابع نومي. وانت كمان لما اتصلتي ما سمعتك، كنت عم بسمع موسيقى. اها، مين اللي لازم يعاتب الثاني؟ لك هلا خلصنا، اليوم الخميس وبكره عطله، خلينا نسهر على المسنجر. بس مو مثل المره الماضيه شمو لا تذوب. يا امير انت معي عم تحكي هيك؟ شلون عم بحكي معك؟ طيب قبل هالكلام، هلا ممكن انت بقى تخفف لي صحبتك مع هذا رائد شوي؟ كثير عم ياثر عليك. حبيبتي أول شيء أنا ما حدا بيأثر علي، تاني شيء ماني شايفه سيء لرائد، بالعكس زلمة عايش حياته بالطول وبالعرض، مو مثلي ومثلك كل الوقت تحت قراية وآخر شيء كله على الفاضي. ها ما حيطلع لنا شيء، المعدلات طايرة، رائد مطبل بالدنيا مزمر بالآخرة ومكتب أبوه ناطره. أي حبيبي هداك مكتب أبوه ناطره، أما أنت فيك تقلي إذا عملت مثله مين اللي رح يكون ناطرك؟ بعدين أنا هلا ما بدي أحكي لا عن المجموع ولا عن الدراسة، أنا عم بحكي عنك أنت أمير. كلك متغير، شكلك متغير، ألفاظك متغيرة، كل شي فيك عم يتغير شوي ورا شوي. حبيبتي ما في شي ما بيتغير إلا الحيط وأنا ماني حيط. أمير أنت بتعرف أنا كيف بحكي عنك بيني وبين حالي؟ أنا بقول مو بس اسمه أمير وهو أمير، مشان الله رجع مثل ما كنت. إيه بس ترجع